أصعب 24 ساعة في تاريخ فلاديمير بوتين. أصعب 24 ساعة في تاريخ الرئاسة المستمرة منذ 31 ديسمبر 1999. الرجل الذي بعث الإمبراطورية الروسية من الرماد السوفيتي وأعادها قطبا دوليا بجانب الصين وأمريكا وأوروبا. ظهر أمام العالم يعاني من تمرد عسكري داخلي في وقت صعب. يتمرد عليه صديقه الصدوق وابن سان بطرسبرغ بلدة بوتين، طباخ الرئيس السابق والمقرب منه، أو كما نعرفه يفجيني بروجوزين قائد مجموعة فاغنر. قائد فاغنر قال بالنص إن روسيا على موعد مع رئيس جديد، وده ظهر السبت 24 يونيو، في إشارة واضحة أن التمرد كان هدفه عزل بوتين. والحقيقة الغرب ما قصرش. الإعلام الغربي شكل ظهير إعلامي وصحفي وبحثي ودعائي لتمرد فاغنر على مدار 24 ساعة، لدرجة أن بعض خلاياهم النائمة داخل روسيا خرجت من جحورها وأعلنت تأييدها لقائد فاغنر. ولكن بحلول المساء كان قائد فاغنر قد وافق على تفكيك تمرده والذهاب إلى المنفى الاختياري في بيلاروسيا مقابل الخروج الآمن. مسؤول أمريكي بارز قال للسي إن 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 أمريكا توقعت أن يكون العصيان المسلح أكثر وحشية ودموية، ولكنها فوجئت بسرعة تصفية التمرد ودون خسائر تذكر. ماذا حدث؟ كيف نجح بوتين في تصفية التمرد بهذه السرعة؟ لماذا قبل قائد فاغنر أنه يوقف تمرده بينما رجاله على أعتاب موسكو؟ وما هي مستقبل فاغنر بعد نفي قائدها؟ ومن هو قائد فاغنر الجديد؟ اللي يتابع قائد فاغنر على قناته الخاصة على تليجرام يدرك بوضوح أن الرجل عسكري كفء، ولكنه مش سياسي أو استراتيجي أبدا. هو ملك الاجتياح، جزار يقاتل 24 ساعة، قلبه ميت زي ما بنقول عندنا، ولكن أنه يمتلك عقلية سياسية أو استراتيجية فهذا لم يحدث. ما شفناش حاجة زي كده في كل معاركه في أوكرانيا وتهوره في التطاول اللفظي على الرئيس الروسي ووزير الدفاع ورئيس الأركان والدعوة لثروة بلشفية على النظام زي ما قال أكتر من مرة على تليجرام. كلها إشارات إلى أن الراجل لا يمتلك الحنكة السياسية علشان يعرف يضبط لسانه وقراراته. وبالتالي ورغم أن تمرد فاغنر كان متوقع، ولكن فشل التمرد أيضا كان متوقع، حتى لو دخل قائد فاغنر موسكو، بل حتى لو دخل الكريملين نفسه، لأسباب كتيرة هذكرها لحضراتكم بالتفصيل. بوتين ما كانش خايف من فاغنر، ولكن الخوف كان من أي تحرك من داخل الجيش دعما لفاغنر أو أي تعاطف أو انقلاب من الداخل. ولكن أن ميليشيا تهزم جيش، خصوصا لما تقارن عدد مقاتلو فاغنر بقدرات الجيش الروسي، فده أمر مستحيل. وبالتالي فإن قائد فاغنر حينما اقترب رجاله من موسكو بدأ يتفهم المصيبة اللي ورط نفسه فيها، وإن فعلا في حمام دم قادم في الطريق، وإنه حكم على نفسه بالإعدام المحقق، وإن الاستيلاء على روستوف مش إنجاز عسكري أصلا، هي مقاطعة حدودية بعيدة عكس موسكو وسان بطرسبرغ وغيرها من المدن الرئيسية الروسية. أيضا قائد فاغنر كان بيراهن على وجود تعاطف شعبي أو تعاطف من داخل الجيش، وهو لم يحدث. صحيح الأحداث أظهرت ارتباك البعض في البداية، لكن كان واضح إن الالتفاف الشعبي كان حول بوتين، وإنه الجزار ده عمره ما ينفع يبقى بديل لبوتين. الراجل ده رغم انه بينتمي لليمين القومي بس كان بيتكلم بخطاب بلشفي، يعني هيرجع القمع الشيوعي السوفيتي تاني لروسيا الاتحادية، وهو قال بنفسه وتوعد النخبة الحاكمة الروسية بثورة بلشفية. يفجيني بروجوزين كانت حجته في التحرك ان وزارة الدفاع الروسية قصفت مواقعه، ولكن السبب الحقيقي لتحركه ان هناك قانون جديد في روسيا بيضع الميليشيات العسكرية المقاتلة في اوكرانيا تحت امرة الجيش النظامي. يفجيني بروجوزين قائد فاغنر شاف انه بكده هيخسر نفوذه، علشان كده ده كان تحركه الاخير، وكان رهانه على التعاطف الشعبي والعسكري، وانه بقى بطل قومي في نظر الشعب والجيش بعد بطولاته في اوكرانيا من يناير الى مايو 2023، وانه فاتح بخموت بعد 7 شهور من القتال، وانه القائد العسكري اللي عجزت عنه اجهزة الدولة الروسية سواء الجيش او المخابرات العامة او العسكرية. وده كان واضح من خطاباته الأخيرة إنه بيحاول يكسب شعبية بخطاباته الطبقية، خصوصا لما قال إن أبناء قادة الجيش مرفهين بينما اللي بيقاتل أبناء العموم، ظنا منه إنه لما يعمل كده ولما يغازل الجماهير بخطاب شعبوي هيكسب تأييدهم. وبالتالي بعد ساعات من تحركه ووحدة الصف ضده من الجيش والشعب، فهم إنه لو استمر هيهلك لا محالة أمام الآلة العسكرية الروسية،
وبالتالي يفجيني بروجوزين فهم إنه المغامرة انتهت من قبل ما تبدأ، وبدأ يتفاوض على الخروج الآمن، وعرض إنه يروح بيلاروسيا مقابل إسقاط الملاحقة القضائية ضده. ولكن غاب عن يفجيني بروجوزين وسط الأزمة وانتشاء بداية التمرد إن بوتين هو ملك الاغتيال في المنفى بلا منازع، من قادة الشيشان في قطر إلى المعارضين المواليين للغرب والمنشقين عن المخابرات والجيش في قلب لندن. كانت أجهزة بوتين ويده الطولة حاضرة إن بوتين لا يسامح في الخيانة أبدا. علشان كده بعيدا عن سكريبتات الإعلام الغربي اللي شكلت ظهير إعلامي وصحفي ودعائي وبحثي لتمرد فاجنر على مدار 24 ساعة، سؤال الساعة الحقيقي في موسكو الآن كيف ومتى سيقوم بوتين بتصفية قائد فاجنر في المنفى؟ من الحاجات الظريفة جدا اللي حصلت في 24 ساعة دي إن حكومات الغرب اللي كانت بتعتبر قائد فاجنر سفاح ومجرم حرب وإرهابي، فجأة حكومات الغرب وعلى رأسهم أمريكا أعلنت تأجيل وتعليق العقوبات على يفجيني بروجوزين حتى لا تشكل تلك العقوبات عامل مساعد لفلاديمير بوتين. وده بيكشف لنا للمرة المليون إن العقوبات الغربية السياسية والاقتصادية سواء باسم الحرب الأوكرانية أو حقوق الإنسان أو التعامل مع روسيا أو الانتماء إلى النظام الروسي كلها مجرد كروت أول ما بقى الراجل بتاعهم أو حتى بيلعب لصالحهم من غير حتى ما يعرف. بقى رجل دولة ومناضل وثوري ومعارض ولازم نحميه من بوتين. نفس الشيء زي حركات المعارضة الروسية خارج روسيا واللي بتدعي الليبرالية وطلبت عناصرها بالانضمام إلى تمرد فاجنر، وتفاجأ الجميع أنه لم ينضم أحد داخل روسيا لأنه لا يوجد لتلك المعارضة العميلة أي شعبية أو أرضية. نفس أسلوب المعارضة المصرية في زمن الإرهاب الإخواني، شكلوا ظهير مدني للإرهاب والإخوان ويقولوا لك الإخوان فصيل وطني ورفع السلاح بقى معارضة. بعد كده لما الإخوان سقطوا والإرهاب اتهزم على إيد أشرف وأنبل الرجال، من ساعتها والظهير المدني الإخواني في حالة من التوهان والتخبط مش عارفين يعملوا إيه، لأن ما عندهمش مشروع سياسي أو مشروع معارضة ولا عندهم أي أرضية في الشارع المصري ولا هم كشخصيات عارفين ياخدوا قرار حتى في حياتهم الخاصة. هم مجرد قطع شطرنج وعناصر وظيفية بتقوم بدور وظيفي لمن يدفع لهم من البداية. ومع خروج يفجيني بروجوزين قائد مجموعة فاجنر إلى بيلاروسيا وبغض النظر عن مصيره مع الحاشية اللي خرجت معاه للمنفى، فالأنباء القادمة من موسكو بتقول إن فاجنر سوف يتم دمجها في الجيش الروسي وتصبح قوات تابعة للمؤسسة العسكرية، وسوف يتم تعيين أحد جنرالات الجيش الروسي قائدا لها، وسوف يقوم بهيكلتها وإعادة ترتيب فاجنر من الداخل، وسوف تستمر فاجنر تحت مظلة الجيش الروسي في الحرب الأوكرانية، وسوف تستمر اليد الطولة لروسيا في 13 دولة إفريقية منهم 3 دول معلنة هم مالي وبوركينا فاسو وإفريقيا البوسط. فمناجم الذهب الروسية في إفريقيا بالكامل تحت سيطرة فاجنر وعلى رأسها مناجم السودان. وعلى ضوء الإدارة السيئة لملف فاجنر والصراع العلني اللي فضح روسيا وفضح بوتين وخلى العالم أجمع فاهم إن عنده مراكز قوة بتطحن في بعض بالسلاح والذخيرة العسكرية، فوارد جدا يحصل أي تعديلات أو تغييرات عسكرية الفترة المقبلة. وهكذا تطوي روسيا صفحة أخطر 24 ساعة في تاريخ بوتين ويعود القيصر للتركيز في الحرب الأوكرانية. الدرس المستفاد أنه أي سلاح أو ميليشيا حتى لو وطنية خارج المؤسسة العسكرية هو خطر ضد الأمن القومي ومشروع تمرد عسكري وإجرامي محتمل، من ميليشيا الدعم السريع في السودان إلى مجموعة فاجنر في روسيا. كان ده هيبقى مصير مصر لو كانت سكتت أمام مساعي الإخوان لتشكيل الحرس الثوري المصري أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السلفية الإخواني. وده كان مشروع إسلاموي حقيقي سنة 2012 أسقطه المصريين. حفظ الله مصر من كل سوء وجعل مصر كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.